أنا بعد أشوفه. واحد يصرف عليكم؟ أنا ما لا، ما حد يصرف علينا. واحد يصرف عليكم؟ لا، ماك أحد. شلون عايشين؟ هاي عايشين على الناس، على صدقات الناس، ما أكو يعني تدزلهم. يعني مساعدات مو يعني دائما، الناس يعني جوارين. هيك يعني تدزلهم مرة بعض الأحيان، تدزلهم. لا مو دائما، لا ماكو راتب لحد الآن، لا ماكو راتب يعني معين لهم. لا ماك أبوهم، أبوهم ميت، ماك أحد. إي متوفي. لا ماك أحد. لا ماكو، لا أنا لا قرايب ماكو. إي ما حد، لا والله لا واحد، هذا الوضع. إي مو قلت لك يعني أكو بعض الناس يعني يطون، نحتاج شي من الجيران، نتداين الخمسة والعشرة يطونه، أكو سادة كبارنا يطونه. هذا جاري قاعدين بي مع الناس مطينا إياه. إي قاعدين بي. هاي يعني ما اكو احد، اشوف الوضع على القاع، هذا شوف القاع، هاي وضعيتنا. نريد فشين الدايم دول الساده قبالنا، انا اريد فشين الدايم يطونا يعني شوي دول الساده قبالنا اي يطونا يعني ايش نحتاج يطونا الخمسه العشره اي شيء يعني. كم طفل عندك؟ انا عندي ثلاثه ودول اليتام اثنين، اليتامة كانوا وثلاثه همين. دول اولاد حماي يا يعني مرت عمهم. اي هو علينا، اي احنا وياهم. لا والله لا ماكو اي مؤسسة، ماكو اي راتب لهم، كان راتب وقطعوه. بعد انتم يعني شو اقول، شوفوا الحالة وانتم حكموا، شوفوا الوضع بعد، والباقي على الله وعليكم. على أصحاب الغيرة يشوفون، ما حد يدق الباب عليهم أصلا، هذا وضعنا. هاي والله نايمين على القاع. تحكين زين؟ ما تقبل تحكي. وهذا وضعنا شوفوا.